وجه. لكن السؤال طال عمرك عن انقطاعك، وش السبب؟ والله يا ابو سالم ولا مهونه الا اخواني، الشلات مهي بشيء اساسي في حياتي، فيها اساسيات اهم منها، والدك ووالدتك وعيالك. فانا الاربع سنوات اللي انقطعت فيها كنت اول سنتين علاج لي في الخارج في المانيا وياكم، والسنتين الثانيه كنت مع ولدي، سال الله ان يشفيه ويشفي كل مريض. ويوم شفت ان الفرصه تحت لي رجعت. والله مرحبا ومسا. الله يرحب بك. طيب نبا شيء ابو مبخوت.